فين تراخر؟ ده ايه الليله السوداء المنيله ب 60 نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاه شويه عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان اول مرة امسك ايديها. هو انت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش ايديها؟ ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح. ما حدش يرضى يتجوز واحدة ممسوك ايديها قبل كده. اسمع، انت سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين. الليلة دي ليلة الدخلة مش ليلة الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغالة. يا هبلة، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني تسع سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما فيش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. ده عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضن كده على طول. على طول ازاي؟ لازم نسخن الاول، ها؟ ندخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري. بصات ايه؟ لازم تلعب ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟ حرمت عليك يا عيشتك اذا كنت نسخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انت. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها بص، اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي